نقيس الزوايا وبنرسم الباترن. شوف بالسؤال يقول عند الزاوية صفر، هاي الزاوية صفر، لازم يطلع لي الباور الريسيفر 30 ناقص 30 ديبي. فاحنا نجي خلي الاوت بوت هذا على 30 وهذا لازم صفر، اذا ما صفر بلا تنويتر العب اللي خليها يصير ناقص 30 ديبي. واجي بقى على الزوايا سوي 10، هاي 10 نشوف ايش يصير هنا ناقص 31. طبعا اوت بوت هنا ضمن بطبعا مش مطلوب. سوي 20 طلع لي الزاوية مثلا هاي 34.5 وهي الشكل. شوف هاي القيم طلع لي 40-48 يزيد بعدين ترجع تقل. ايش راح نجي حسب الباور راشيو ايش هو الباور ريسيف اللي طلعناها ناقص باور ريسيف عند الصفر اللي هي 30، يعني مثلا طلع 31.5 ناقص 30 1.5 ناقص 34.5 ناقص 30 4.5 وهي الشكل. هذول نرجع القيم، يعني ايش نعمل القيمة طلعناها عند الثيتا ناقص القيمة طلعناها عند الثيتا يساوي لي صفر اللي هي 30 كانت، وهذه أرقام طلعت. نجي على هذا الرسم، هذا الرسم ايش بينا؟ شوف بيسكلا 0 5 10 15 20 الى 35 بعدين 40 هون. نجي مثلا عندي خلينا نشوف، شوف عند العشرة زاوية 10 ايش قال لي قيمة 31.5 اللي هي ايش صارت 1.5. ليش؟ لان طرحنا 31.5 من 30، فعند العشرة اكو 1.5 خوش. فاجي ارسم عند العشرة هاي الزاوية 10، انزل اشكل 1.5، هذا واحد وهذا نص، نزلت نص، هذا واحد هذا اثنين، يعني هاي بنص ونص. عند العشرين زاوية 4.5، عند العشرين هاي 20، فواحد اثنين ثلاثة اربعة ونص وهالشكل امشي. عند الثلاثين مثلا عندي 10 فانزل 10، وعندي 40 وظل لو نكمل الزوايا كلتهم والنقاط نوصل بيناتهم يطلع لها الشكل. شكل الباترون خصوصا تشوف